السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الورقة دي مخصصة للكود البريطاني ومخصصة أكتر للبيم ليفل 2. في أكواد كتيرة، فهو بيقول لك كل كود بيهتم بإيه وإيه الحاجات اللي هي بتبقى إلزامية. لو نزلنا هنا هتلاقي إن دي في حاجات primary requirement، دي additional information، دي project specific information. فتيجي هنا هتلاقي مثلا بي اس 1892 الجزء الثاني اللي صدر سنة 2013، بيبقى لازم في متطلبات اساسيه، موضوع الكولابريشن وموضوع ال ال او دي وال ال او اي. ال او دي ليفل اوف ديتيل او ليفل اوف ديفلوبمنت، ال او اي ليفل اوف انفورميشن. وهو بيتكلم على البروجكت ستيج، المراحل بيم 0 بيم 1 بيم 2 بيم 3. طريقه التسميه دي اهم النقط اللي هو بيتعرض ليها وبيتكلم فيها. ال 2014 مهتم بكلاسيفيكيشن ومهتم ب التشغيل اللي هي ملفات الكوبي، ومهتم بكوماند داتا انفايرمنت. تمام. والجزء الثاني برضو فيه جزء صغير كده في الكوماند داتا انفايرمنت. وبعد كده الجزء الرابع، تمام، اساسي في موضوع الكوبي والكلاسيفيكيشن. البي اس 1192 الجزء الخامس، تمام، اساسي في موضوع السكيورتي. الجزء السادس مهتم بالسيفتي، تمام، ده صدر في 2018. البي اس 1092 2007، الاي 1 2015، ده بيتكلم على الكولابريشن، وهتلاقي اساسي فيه موضوع الفايل نيمنج، وبيتكلم على الاوبجكت نيمنج، تمام، واساسي فيه كوماند داتا انفايرمنت. دي اهم الاكواد، وكل كود ايه النقط الاساسيه. يعني فرض مثلا ان انا في الشغل بتاعي مهم قوي بالنسبه لي الكوماند داتا انفايرمنت، فابدا اشوف الكودين دول، تمام، بدور على الفايل نيمنج، ما عادش ادور في كل الاكواد دول، لا هاجي للكود دوت وللكود دوت وابدا اشوف طريقه تسميه الملفات. هنا الاي اي ار، تمام، بيقول لي ان اساسي بالنسبه لي ان يكون بروجكت، ان انا احدد متطلبات الملك، دي اساسي. وبقيه الحاجات معلومات ببدا احددها، ببدا احدد مثلا ايه اللي انا عايزه، طريقه التسميه. ممكن انا الخص على نفسي واجي هنا واقول له طريقه التسميه، بدل ما اقعد اتكلم كتير اقول له ان انا هرجع للبي اس 1192 الجزء الثاني، خلاص خلصت. تمام. يعني ممكن بدل ما اقعد اكتب كتير، ودي كان في مشروع كان نص الورق بيتكلم على ال او دي، فانا اختصرت ده كله في سطر واحد. احنا نرجع لل ال او دي فورم، ولغيت تقريبا 150 ورقه بنص سطر. تمام. فانت ممكن برضو تعمل نفس الحاجه ديت، دي هتسهل لك كتير قوي خريطه الطريق بتاعت البيم، ان انت تعرف انهي كود من اكواد البريطاني تستخدمها.